نعم لهذه الانتظار نعم لصحراء حرة نعم للتعدد في تعدد الصحف لكن لا لشتم لا لتهديد لا للقتل وباش تكون احترافية لابد تكون أخلاقيات المهنة. أنا يظهر لي لا يوجد وعي كافي بالأخلاق في وسائل الإعلام الجزائرية، لأنه ما ينظروا الأخلاق بنظرة سطحية، أنها فقط كلمات موجودة في بعض هنا ماذا نبحث؟ نبحث على الصحفي نفسه يكون عنده وعي أخلاقي، سواء كان في التلفزيون ولا في الإذاعة، هو نفسه من تلقى نفسه يسأل نفسه هل هذا الشيء اللي يقوم به أخلاقي؟ شيء واضح لكن في الشكل في القذف ما نعطولكش الاعتماد ما نجدوش اذا مشروعنا هو ضد الشتم ضد القذف هذا شيء طبيعي كيف احنا ضد الشتم وضد القذف ونعطولك انت الاعتماد وانت تعمل في جريده مثلا امريكانيه ولا فرنسيه ولا نرويجيه ما تقدرش تعطولي لكن تسب ما نعطولكش الاعتماد وواحد من يسارنا لسياده البلد هو احنا ماذا نقول طبعا احنا لا نميز يعني في الاخلاق لا تميز بين تغطيه هذا الحدث في بلد ولا تقوم بنفس الشيء في بلد اخر اذا كانت ظروف يعني حروب نتكلم على الحروب ولكن ايا كان الحال احنا لا نريد تكون الحروب يعني هي الطاغيه في التغطيه الاعلاميه لان الحياه هي فيها الايجابي وفيها السلبي في كثير من الأشياء تحدث في المجتمع ليس فقط الحروب والنزاعات ثاني شيء لماذا نغطي الحروب والنزاعات من أجل أخذ دروس من أجل الخروج من الأزمة من أجل إيجاد حلول وليس نركز على السلبية ونتوقف هناك لأنه هذا ليس هو دور الإعلام احنا ما زال على مستوى الدولي احنا بدأنا سؤالك جيد احنا ما اشتغلنا كثير على مستوى الدولي ما عدا طبعا البروفيسور كريستيان كليفورد احنا عملنا نقطة واحدة اتفقنا عليها هو يسموها باللغة الإنجليزية بروتو نورمز اتفقنا على أنه قداسة حياة الإنسان أي إن كان نحترم حياة الإنسان أي إن كان هذا مبدأ أخلاقي يكون عالمي سواء كان في فلسطين أو في الهند أو كذا البشر كلهم نفسهم عندهم نفس الاحتياجات ونفس الأحاسيس احنا نقول نقدس حياة الإنسان أينما كان